جاءت بحرية ثم تشاءمت، وصلى الله على محمد إذ اليمام على الأيك ناحت، وعلى آله وصحبه في النائبات إذا اشتدت. وفي الابتداء لا بد أن نترجم هذه الدقائق بقول الشاعر: ولي دونكم أهل نسيد عملس، وأرقة زهلول وعرفاء جيئل. هذه الوجوه الطيبة التي نعتز بها في هذا المجلس الكريم، وإن لهذا المجلس لتميزا من حيث حضور أصحاب القرار، ممثلا بالسيد الوالي والي الولاية ليعلن رسميا عن هذه الكراسي العلمية. وتكللت هذه الجلسة بحضور الفحول والفذاق من أهل العلم، أئمة وعلماء وأشياخ وأساتير، فمجلس من أعظم المجالس على الإطلاق أن يجتمع فيه أصحاب القرار الرسمي وأصحاب القرار العلمي. وإني تشرفت بالإشراف على مجلس الإمام مالك، وهذا شرف عظيم، وأنا خادم لهذا الكتاب ولهذا الدين، نتشرف بنسبتنا إلى هذا الدين. والشرف يزيد رونقه إذا بينا حقيقة هذه الإحالة المباركة من المجلس العلمي لولاية عين تموشت، ممثلة في رئيسها الدكتور عبد الحميد بويسي، وبمباركة طيبة من مدير الشؤون الدينية الشيخ عبد الحي، ترجمة لتعليمة وزارية. فلما اخترنا مجلس الإمام مالك ليكون شاهدا على كل جزئية علمية نحتكم إليها، لأن موطأ الإمام مالك جمع تراث أمته وانعكست فيه المشكاة النبوية، مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلوم انتقلت من مكة إلى المدينة. وراعى علوم التشريع طائفة من أولئك الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانوا أمانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.